للحظات مؤثرة صراحة. الإخوان جميع الموظفين وجميع اللي جاء في هذه اللحظة وساندني. كنحيي الجمعيات الحقوقية والنقابية والإطارات السياسية، كنحييهم صراحة. ما نتمنى الحبس حتى شي واحد، ما نتمنى حتى شي واحد، لأن نهار كيدوز عليك بحال 10 سنين. الحمد لله على السلامة. الله يجازيكم بخير. وكنحيي الاخوان ديال المكتب النقابي ديالنا، وكنحيي الاخوان ديال الجمعيه والموظفين اللي انا كتوصلني بعض الاصداء ولكن ما كتعرف والو صراحه، لانه هاد 14 يوم كدوزها في الحجر الصحي ما كتعرف حتى شي حاجه. ومع ذلك انا صراحه هاد الاستقبال يعني يفرحني بزاف، ونطلب من الله سبحانه وتعالى انه تم المسيرة ونكملوا إن شاء الله. توابي رجل شريف، مصرخ ما بحشي. 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 تحية إخوان. تحية الإخوان والأخوات. نرحبوا بالأخ حسن التويري. إذا المشاهدين الكرام، كما شاهدتم معنا استقبال حار بالتمر والحليب ديال الجمعيه ديالنا. كنرحبوا الاخ حسن التويري بيناتنا، لان كنعتبروا مكانه الطبيعي هو بيناتنا وماشي مكانه السجن، وكنأكدوا على تشبثنا ببراءات الاخ حسن التويري من الافعال المندوبه ليه، وكنعتبروا بان ما وقع الاخ التويري كيدخل في اطار ديال هجوم شامل على الحق الشغل، الحق في السكن ديال 500 موظف وموظفة من ذوي الدخل المحدود، اللي اليوم كيتم الهجوم عليهم بطرق قانونية وغير قانونية من اجل الازاز على الحق الشغل
لمصلحه المقاولين الذين يريدون المقاولين اللي كيبغوا هاد السوق ديال العقار يمشيو على حساب المزاج ديالهم. ثالثا كنعتبروا قرار ديال الهيئه اللي دوله طلب الصلاح المؤقت هو واحد القرار لارجع الامور الى نصابها. من هذا الباب كنحيوا الهيئه القضائيه. ثالثا كنحيوا الاطارات السياسيه النقابيه والجمعويه اللي والحقوقيه اللي جات اليوم لا في الوقفه ولا في الاستقبال باش تاجرنا وباش تعرف التضامن ديالها معنا. وكنحيوا الصحافه المحليه على المجهودات الجباره اللي كتقوم بها وبالفعل ثبتت بانها صوت ديال المظلوم وصوت ديال المواطن. وكنحيوا الجميع اللي حضر هنا وتحيه لكم.